احنا اليوم في المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل بتطوان اللي كنشكروا القياده ديالو على الموقف اللي اتخذوه بالسماح لجمعيه الدفاع عن حقوق الانسان بعقد اجتماع حقوقي مفتوح على الهيئات المدنيه والحقوقيه بشان اتخاذ موقف جماعي بشان قضيه احتلال شاطئ مارينا سمير من طرف شركة ذات نفوذ. احنا اليوم في 10/6/2022 صباحا هذا هو اللي قدينا اننا نوفروه المساء، يعني جاء صعيب شويه لاصحاب المقر باش انهم يبقى مفتوح لظروف معينه. ف جينا اليوم باش اننا نحملوا المسؤوليه للجميع في اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا الاحتلال. فالكلام الذي راج في الشارع كثيرا، سواء في الشارع في المقاهي وغيرها، في وسائل التواصل الاجتماعي، هنا الاختبار كما قلت اول مره اننا سنذهب الى القضاء، ونحن ذهبنا الى القضاء، الى قضاء الاداري، قضاء الموضوع وقضاء استعجالي. وحنايا اليوم كذلك سنستنفذوا الوعد ديالنا اننا سوف نعلن عن تجمعين ونفتح المجال للجميع لكي يتحمل مسؤوليته فيما يمكن ان نتخذه. هل سنقف وقفه احتجاجيه؟ هل سنقود مسيره؟ هل الى اخره. نسجل بانه جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان هي اللي حاضره بوحديتها، غابت الجمعيات الاخرى، ما صيفطوا حتى شي واحد. هي نعم ان الصباح شويه قاسح، الناس خدامين الى اخره، وكان حي اللي قدر يجي بطريقه او باخرى، ولكن على الاقل انهم كانوا يحضروا بشكل من الاشكال. اذا هذا تحدي. نحن وضعنا الاعلان لعموم الجمعيات الحقوقيه والمدنيه والنشطاء باش يحضروا، وقلنا سنتخذ موقفا جماعيا، ما قلناش يعني باش حتى واحد ما يقول اين اتخذ هذا القرار، في اي مكان مظلم، في اي ضيق، في اي زاويه. حنا في الحمد لله في مقر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان ومفتوح، اللي جاء مرحبا به، وخرجنا بقرار اننا نشدوها مسيره من تطوان حتى المضيق، ما كاين حتى مشكل اننا نديروا غير وقفه احتجاجيه، ما نديروش كاع باش كل شيء يشوف الديمقراطيه الحقوقيه الجماعيه. حنا انفتحنا، حنا ممكن تاخذوا موقف كجمعيه الدفاع عن حقوق الانسان، ولكن قلنا باننا نفتحوا المجال اللي حقوقي اكثر منا يبان، واللي حقوقي اقل منا يبان، واللي تيبيع ويشري يبان، واللي خواف يبان، واللي قد على شي حاجه يبان، واللي ما قدش على شي حاجه يبان. اذا حنايا مكشوفين ونبغي نشير، حتى واحد ما عيط عليا من السلطات الامنيه او السلطات المحليه او حولي الترعيه ولا حتى شي حاجه في هذا المجال. هذا نتخذ موقفنا بشكل مستقل، هكذا عودنا الجميع وتعودنا من يعني داخل جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان نتخذ مواقف مستقله، والان اردنا ان نتخذ موقفا خارج الجمعيه ولكن بشكل مستقل كذلك، لانه خصنا نحملوا كما درنا المسيره في 2000. راه ديك الساعه كنت انا رئيس ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع تطوان، ودرنا المبادره من تطوان، وعيطنا للاحزاب والنقابات واتخذنا موقف جماعي، لان هذه المشكله هذه ما يمكنش واحد بوحديته يتخذ ينجح في المبادره او يتخذ مواقف الا اذا كان غير تيدير الرشوق. هذه راه موقف جدي. الرشوق اللي كيعرفوها الناس تطوان، يعني الناس اللي ما تعرفوش اللي ماشي ولاد الشمال، الرشوق هي تيتفلى، تيلعب، تيضحك، تينشط وصافي. اذا احنا الان لكي نواجه الفساد، وهذا الفساد، هذه الرخصه هذه ديال منح الشركه ديال اون ذا بيتش فود اي جيتسكي، دي عندها نفوذ قوي، خرقت القانون، خرقت حقوق الانسان، درت ضغوطات، درت مسائل كبيره، تحرقت جميع مبادئ حقوق الانسان.
بمعنى أنها عمل خطير شي سهل، ماشي فقط غير احتلال شاطئ، لا كان ممكن يتحتل الشاطئ لشي ظروف معينة، لشي مصلحة عامة، لشي حاجة شي حاجة، ولكن هذه راه خروقات حقوق الإنسان، يعني يمكن أنها تولي عادة ويديروا بها حوايج أخرى في أماكن أخرى، ولكن نسجل موقفنا ونقوم بما استطعنا إليه سبيلا، وحتى واحد ما غاديش يجي يعاتبنا يقول لنا أنتم راه كديروا حقوق الإنسان واشنو درتوا نحاسبكم. أنا اليوم تنوضع المجتمع المدني ديال تطوان الكبرى، يعني تطوان، مرتيل، فنيداق، المضيق وما جاورهم، امام المسؤوليه التاريخيه اللي بغى يواجه الفساد يواجهه. الى ما بغاش حتى واحد، حنايا الجمعيه ديالنا غادير ما استطاعت اليه سبيلا، وشكرا.